مرحبا بكم في الاستديو الالكتروني اي استديو والخاص بالمعهد التقني للعمارة. تم انشاء هذا الاستديو بدعم من عمادة المعهد التقني والمتمثلة للدكتور الاستاذ المساعد محمد صالح عبد. وبسبب وباء كورونا وحسب توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة التقنية الجنوبية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لإنجاح عملية التعليم المدمج ولتسهيل تسجيل المحاضرات الإلكترونية وجعلها تفاعلية لزيادة تفاعل الطالب مع الأستاذ وتطبيقاً لمعايير جودة برامج التعليم الإلكتروني. ويتكون الاستوديو من الخدمات التالية: أعزائي الطلبة، اليوم نتناول واحدة من المواضيع المهمة ألا وهي موضوع طرائق التدريس واللي تستخدم في معظم الجامعات. يتناول الموضوع طرائق التدريس الجامعي اللي يتضمن المحاضرة والمناقشة والاستكشاف والعصف الذهني، ويتناول ذلك نتناول بالتفصيل الطريقة هي طريقة مثلات التدريس، ولكن تعتمد على قدرة أو تحقيق الأهداف التعليمية. هذه أهم واحدة من العوامل، وكذلك يجب أن تراعي عمليات أو المعلومات السابقة للمتعلم. نكمل وياكم شرح كيفية العمل على برنامج مايكروسوفت باوربوينت. تعلمنا بالمحاضرة السابقة إنه إحنا شلون نسوي صفحة جديدة، وهذه راح تكون هي صفحة رئيسية مالتنا. قلنا إحنا نقدر نخلو أيضا هيك العمل، لكن إحنا خلينا نختار المقارنة. فأنا حضيف هنا العنوان هذه الشريحة اللي نفهم هي المحتويات. ومن بعدها أنا راح أضيف شنو هي المحتويات اللي أنا راح أتكلم عنها. ممكن إنه أنا أضيف صورة، أقدر إنه أنا أسحب صورة أنا مثلاً خازنها عندي بال. تم تصنيع هذه السبورة لضمان توفير البيئة الواقعية لعملية التعليم والتدريس التقليدي من خلال تفاعل الأستاذ مع الطالب والاحتفاظ بالتواصل البصري الاي كونتاكت، حيث اثبتت الدراسات اهميه حضور الاستاذ في التعليم الافتراضي صوت وصوره مع الطالب. الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نتناول واحد من اهم المواضيع الاساسيه في عالم الاداره، الا وهو نظم المعلومات الاداريه. نظم المعلومات الاداريه واحد من العلوم الحديثه والمتطوره، ويسمى مانجمنت Information System، ويتكون من ثلاثة عوامل أساسية أو رئيسية تتبنى موضوع الإدارة. العامل الأول والأساسي السبورة المكتبية، وهي لتوفير مساحة عمل مريحة ومناسبة للأساتذة من كبار العمر وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الطريقة الأكثر استخداماً للعام الدراسي الماضي 2019-2020 للمواد الدراسية التي لا تحتاج لتكنولوجيا متقدمة. أعزائي الطلبة، نبتدئ محاضرتنا اليوم بعنوان أنواع المجسات الهوائية. هذا الدرس يعتبر من المواضيع المهمة لطلبة أقسام الاتصالات وغيرها من الأقسام المماثلة. تعريف المجسات. المجسات الاستوديو جاهز لاستقبال أساتذة المعهد التقني للعمارة، ونتمنى أن تعمم هذه التجربة على جميع الجامعات والمعاهد العراقية، كونها من المكونات الأساسية لجودة التعلم ومن المؤشرات النوعية للجودة المعتمدة في تصميم وتطوير المواد الدراسية لبرامج التعلم عن بعد.